مساء الخير. مساء الخير من دور الشوي اللي عودتنا كل سنة يكون عيد الميلاد وتطوية الشجرة مميزين. من سنتين سمعنا بكنيسة المخلص بدور الشوي سمعنا أناشيد الميلاد وسمعنا بنفس الوقت أذان الله أكبر من الكنيسة نفسها. وكان بوقتها داعش والتنظيمات الإرهابية عم تهدد كنائس بالعراق وبسوريا. السنة الماضية بدور الشوي كان في عنا من العراق كمان فرقة عم تنشد أغاني عيد الميلاد، وقلنا إن شاء الله بمناسبة العيد منشوف الوضع بيختلف والعراق بصير فيها أمن وسلام. واليوم بالذات سمعنا أن انتصرت العراق على داعش، وإن شاء الله بيرجع السلام بسوريا اللي كمان بوقت كتير قريب إن شاء الله بنسمع القضاء على الإرهابيين. أما السنة كمان مميزة لأنه من يومين سمعنا جريمة جديدة مثل ما تعودنا نسمع من أيام سايكس بيكو وعد بلفور. سمعنا جريمة جديدة بحق الإنس. اليوم من دهور الشوير قررنا أن تطوية الشجرة بهالمناسبة وبهالوقت بالذات من كنيسة المخلص، ونحن اليوم موجودين بساحة فيها أربع كنايس، كنيسة المخلص للروم الأرثوذكس، وكنيسة المخلص للروم الكاثوليك، وكنيسة المخلص للموارني، والكنيسة الإنجيلية. من الكنايس كلها نبعث تحية للمسجد الأقصى بالقدس، ولكنيسة المهد، ولكنيسة الإيان، ومنقول لهم لأهلنا بفلسطين، نحن شعب ما بنقبل بيوم من الأيام الظلم، ولا رح ننسى ولا رح نخلي حدا ينسينا القضية المركزية اللي هي القدس وفلسطين. أنا بدي أتشكر كل الحاضرين بدور الشوي، بدي أتشكر وسائل الإعلام والتلفزيونات اللي عم تنقل، بدي أتشكر الـ MTV موجودة معنا، ويمكن محطات تانية الجديد والـ LBC والـ LBN وكل المحطات اللي عم تنقل، تلفزيون لبنان أكيد كمان موجود معنا اليوم، وبعدين إن شاء الله ما نكون نسيت حدا. بس ضروري هيدي الصرخة توصل لكل العالم ليعرفوا انه القدس عربية، اسلام ومسيحية صوت واحد، القدس عربية ورح تبقى. بدي اشكر رئيس بلدية الشوير وعيد السنياني يلي ما قادر يكون معنا وطلب مني اقول هالكلمة، ولانه نحن بدهور الشوير تعودنا نكون دايما عم نصرخ صرخة وطنية لا طائفية لا مذهبية، قررنا السنة بوجودكم جميعا نضوي هالشموع ونوقف وقفة تحية للقدس بهالمناسبة. وآخر شيء بطلب منكم جميعا لمدينة الصلاة نصلي، وشكرا.